تعالى سريعا كده مع بعض نشوف الجمهور كان رأيه عامل ازاي في سؤال حلقتنا النهاردة، مين النادي صاحب أفضل تعاقدات في الميركاتو الصيفي في الدوري المصري؟ محمد السيد بعت بيقول صباح الخير صباح الجمال عليك، من وجهة نظره أن النادي الأهلي هو الأفضل في التعاقدات في الدوري. جمال رضا كمان بيقول الأهلي وبيراميدز من وجهة نظره هم الأفضل في التعاقدات في الانتقالات الصيفية. عبد العزيز السقا كمان بيقول صباح الخير صباح الجمال عليك، الأندية هو النادي الأهلي والنادي المصري ونادي زد كمان هم أصحاب أفضل ميركاتو صيفي. أحمد علاء بيقول أتوقع النادي الأهلي هو عمل صفقات جيدة ونادي زد كمان، وأتوقع زد هيعمل موسم جميل.